بس على طاري ايضا الموضوع هذا، بس قبل لا اروح حق مباراه كاس الاتحاد، انا اخونا صالح العنزي من الرياض دز لي فيديو حق جماهير الهلال اللي سافرت اليابان، وامانه يعني انا سأني المنظر اللي شفته صراحه. يعني المفترض بادره من سمو ولي العهد جزاه الله خير سمو الامير محمد بن سلمان، المفترض انه يكون فيها تنظيم، مفترض انه يكون فيها ترتيب. يعني سمو العهد ما قصر، وفر اربع طيارات، في شباب رايحين حسب الفيديوهات اللي وصلت لي من اخوي صالح بالمطار قاعدين صار لهم ساعات، واللي رد ما عنده فيزا، واللي ما ادري شنو. يعني الوضع ما كان منظم صراحه، وهذا اللي استغربته من الاخوان. احنا متعودين من الاخوان في السعوديه يعني اي بادره اي حدث يصير ينظم بصوره رايح. انا ما ادري شنو تعليق بسيف، وصلتك اكيد اي صحيح. هو يعني اول شيء نشكر سمو ولي العهد على هذه المبادره ودعم الممثل الوطن، صارت بعض الاشكاليات لكن تم تداركها، يعني الحمد لله تم تداركها في وقت قصير والحمد لله عدت الامور ومش الجماهير الان ان شاء الله بحفظ الله موجودين ومرتاحين، وان شاء الله بكره نسمع صوته. شوف التصيد على الاخطاء وين وصل الى اي مكان. لا لا تدارك اخطاء، لا وارد، الخطا وارد يا حبيبي، هم مصورين يا ابو خالد. لا لا كلام، لا تدافع عن شيء خطا، لا تدافع عن شيء خطا، تنظيم مهم صح. لا لا شوف، هم مصورين الاتحاد الكويتي مسويها، شو تسوي؟ لا 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 يا جماعه، هم رايحين اليابان ولا يعني الخطا وارد، خطا وارد، لكن شوف يقول داسل، يعني الاخ اللي ارسل لك الفيديو يعني ارسل لك الجانب يعني السلبي في 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 امر في امر ابو شيء، ناس راحوا وناس يعني تشكرهم. لا امر بسيط، تشكر اقول للجماهير اللي راح اليابان، رايحين اليابان. لا لا انا شوف الدنيا انا يطلع الجانب. لا لا ترى حتى بالفيديو في شيء ما عجبني صراحه، يعني الاخ اللي قاعد يصور يقول في ناس مسافرين ما عندهم فلوس، شلون مسافر؟ لا 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 عبد العزيز، هذا كلام غير صحيح، لا لا غير صحيح، اوريك الفيديو. ما علينا من الكلام، كل واحد يقدر يتكلم من عنده. عبد العزيز لا والله، انا اقول لك ما عنده فلوس يا رامي، والله صور، يقول والله اتمنى تدخل الحكومه وتدخل. شنو تدخل انت مسافر بدون فلوس؟ تدخل الحكومه. عبد العزيز، عبد العزيز، سالفه ان هذه سالفه الفلوس ما فلوس، هذه انا ما ابي اتكلم على الشخص يعني صراحه. اوريك الفيديو. ما لا حتى صحيح هذا كلام، هذا ما ينقال وغير صحيح. لا تقول لي ما عندي لا 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 الحمد لله واكبين وواكلين، ويقعدون ان شاء الله بعد اربع ايام ويرجعون بعد البطوله بيومين بعد 26، يعني البطوله الاحد هم يرجعون الثلوث، واحلى مقدمه لهم، افضل الخدمات وكل شيء مقدم لهم. بالعكس اللي صار ينظر في المثل. لا تصير نفس خالد، لا تدافع عن شيء خطا. انا اقول ما دافع عن شيء، انا اقول لك سالفه اني ما يصير تقول كل شيء اللي يدور. هذا الفيديو اللي دازينه ما كان شيء، ما يرد عليه اللي يقول هذا. ما عندي، قالوا الحكام، قالوا ما ادري كذا، قال خلاص تصيد. صم اذا سمعوا خيرا ذكرت به، وذكرت عندهم بسوء سمعوا على طول. مو كل شيء اللي يدور يلقى، اللي يدور يلقى فيديو. الحين ادزك عزيز انا 20 فيديو صحيح. تشوف من الامارات رايحين، ومن اقول الكويت رايحين، نشوف شيء غلط ما تكلم عنه. ما الايجابي، ما الايجابي إن في الخليج زين تشعر ان كلهم يشجعون الهلال. طيب كلهم خلف الهلال. لا لا هو وكل شوف الناس شوف والله العظيم كل شيء الجمهور السعودي، كل شيء يعني الهلال، الهلال اليوم مو من المسؤولين الكبار، خطا من اللي تحت. انا ادري يقول ما عندي فلوس. لا خلي يا عزيز، الشيء الايجابي والله العظيم في هالمباراه هذه، وهذا ترى يعني نادر ما تحصل، ان الهلال اليوم ترى وحد الخليج كله، كل الخليج الان قلب على الهلال، الا عاد يعني قله الله يهديهم ان شاء الله. لا ما يعني افجروا في خصومتهم كيفهم، لكن الخليج كله الان خلف الهلال، والله العظيم كل الخليج خلف الهلال. يعني بادره حقيقه فريق هذا يا جماعه، اذا مو حبا للهلال او تشجيع الهلال، للمستوى الطيب اللي قدمه لنادي الهلال. طيب من ما يتعاطف مع نادي الهلال العروف اللي مر فيها؟ انت دخلت الحين موضوع ثاني. انت هذا موضوع انتقاد، هذا موضوع امانه، هذا موضوع مثال تواصي، هذا مثال تواصي. لا باي قضيه، مو كذي بحياتك انت، باي قضيه اي شيء منظم ناجح. اذا يصير بدون تنظيم اي مكان، حتى ببيتك شيء مو منظم ما يصير، ما ينجح عدل. يمكن 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 اللي الخطا مو من مسؤولكم، من الاخزان اللي موجودين، يمكن في اخطاء صارت يعني مو منظمه. صحيح التنظيم مهم. ما في شيء ايجابي عزيز صار؟ لا 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 اشد دمي. لحظه لحظه بعلي لحظه، يبقى عزيز انا شنو قلت؟
قلت اشكر سمو العد على بادرته لما يوفر لك اربع طيارات يا ابو خالد يتكفل فيها. هذه ترى بادره ما تصير عمرها ما صارت. انت هذه تشيد فيها تشكره وتقول ما قصر وجزاه الله خير رايته بيضه. احنا نتكلم عن التنظيم. التنظيم انت اليوم يعني تبي ديوان سمو العد وينظم له اربع طيارات؟ ما يصير يا ابو خالد. انت تتكلم عن الاتحاد السعودي او مثلا نادي الهلال يكون عندهم علاقات عامه. تعالي هذا الترتيب هذا التسجيل هذا نتكلم عنه. ما نتكلم عنه. خلنا فيه في شيء اشدنا فيه نشيد فيه. في شيء يستحق النفس لازم تستخدمه. ما يصير. خلاص خلني افيدك بس. زين ما في اطلع لك اكثر من فيديو تشوف شيء ايجابي اقول اللي صار واجد واجد كثير. لكن واحد يرسل لي عزيز ما يصير واحد يرسل لك فيديو وتطلع ممكن. لا انا اطلع شو المشكله؟ والله ما انا شغل بالمباراه مو متعود على يمكن بدل ما يروحون 1000 خيروحون 2000 يبا اللي مصورين الهلال جمهور الهلال مصور. الهلال عزيز مو الهلال في له قسمه يا ابو علي في له قسمه. انا هلا اطلع الفيديو كرم واخلي الصوت عشان الفريق الضيف عشان في قسمه مو لا قصدي يعني اذا شيء منظم يمكن اذا بيروحون 1000 اذا صار منظم يروحون 2000 بالتنظيم الصح. وهذا التنظيم يعني كمثال انا صارت شغلات بسيطه وتم تنظيمها سريع. عموما انا بوريك الفيديو الحين بس وارد انا ما يطلع وارد وارد انا بوريك اياه وبشمعك شنو قال الرئيس فلوس هل بسمع يا عزيز احنا نمنا انا اقول لك تم تداركها سريع خلاص. شو قلت تقول مو صحيح انا دقق عليه انا قلت هذا اساسه تم تداركها سريعا قبل شوي وحتى لو تقول مو صحيح. شنو قلت مو صحيح؟ انا اقول مو صحيح انه يقول ما عندي فلوس. هذا الحين اطلع لك اياه. اي مو صحيح كلامه. مو صحيح كلامه. هو فيديو مو كلامه كذاب يعني. لا هذا اللي قال ما عنده فلوس ما عنده فلوس روح يقعد. شنو قاعد اقول انا؟ ايش قاعد اقول؟ اي اقول لك اذا ما لا انا قصدي ما يصير تقول ما عندي فلوس. لا لحظه مو كذي لا نخلط الاوراق بين التنظيم وبين واحد ما عنده فلوس. ليش رايح؟ ايش قاعد تخلنا فيها؟ طيب نتكلم عن التنظيم افضل عشان لا 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 علشان عقلانيه انت بالعقل يعني تبي اقول عشان ما ينجح العمل ما تسج مع عشان نروحك فاصل نروحك فاصل بعدين لا يا عزيز ان شاء الله لا فجرت الخصوم ما رحت الحين بوريك اياه انا بطلع فاصل عشان بوريك الفيديو.